السلام عليكم. نكمل مع تجارب الدوائر الرقمية. أخذنا فيما سبق تركيب الدوائر الداخلية، يعني كيف عرفنا كيف نكون دوائر باستخدام الترانزستور، وعرفنا ونعرف احنا ان الدوائر الرقمية هي عبارة عن دوائر إلكترونية لها مخرج واحد ولها عدة مداخل تتعامل باللوجيك 0 و 1. طبعا نتعامل توا مع نبي نتعرف اكثر على كل بوابة على حدة. تمام، نتعامل مع أول بوابة اللي هي بوابة الأنت. نشوفه أول بوابة، بوابة الأنت. أول شيء كيف مدرسته سابقا، إن بوابة الأنت هذا السيمبل متاعها، هذا الرمز الخاص بها يعني، وهذه معادلة البولين اكسبريشن الخاص بها، وهذا التروث تيبل الخاص بها. يعني السيمبل بتاع البوابة كالشكل الآتي يكون: لما تكون عندي مداخلين، لما عندي مداخلين الاوتبوت امتى بيعطي واحد او امتى يعطي زيرو؟ يعطي زيرو لما اعطيت مثلا الاي واحد، هن الاي زيرو والبي زيرو، يعني من ترو تيبل واضح هنا الاي زيرو والبي زيرو حيعطي زيرو. اعطيت الاي واحد والبي زيرو حيعطي زيرو. اعطيت الاي زيرو والبي واحد حيعطي زيرو. امتى يعطي واحد؟ في حالة واحدة، ان ال A واحد وال B واحد حيعطي واحد، واضح هذا من الاكسبريشن الخاص بها اللي هو هنا ال Q اللي هو الاوتبوت. يعطي ال A هي عبارة عن A ضد B او ال A and ال B، يعني الاوتبوت بيعطي واحد في حالة واحدة ان جميع المداخل مهما يكون، يعني عندي اذا عندي and فيها ثلاثة مداخل، مثلا نقولوا A و B و C، حتعطي واحد في حالة واحدة ان الثلاثة يكونوا واحد، غير هيك واحد منهم بس زيرو حيعطي زيرو. يعني الاوتبوت بيكون في حالة واحدة واحد اللي هو انه يكون المداخل كلهم واحد. تمام، طبعا البوابة هي يعني كيف نعرفها؟ مستحيل تجيني بالشكل، هو ضروري تجي على هيئة اي سي كالشكل الاتي، يعني بتكون على هيئة اي سي. طبعا هذا مش واضح لك، ما يكونش واضح. عبارة عن اي سي، مجموعة بنز طالعات من الاي سي هما. طبعا كيف نعد البنز قبل ان نتعرف عليهم؟ ديما في علامة هنايا، العلامة هي ما تنقول هنا كشكل الاتي، هي او مرات تلقوا دوت هنايا في اليسار، ديما العلامة عد من يسارها برا عكس عقارب الساعة. يعني هذه العلامة هنا شنو يسارها؟ يسارها هنا، هذا يسارها، هذا يسارها، خلاها هي فوق وهذا يسارها. شنو تبدأ تعد؟ هذا 1 2 3 4 5 6 7 عكس عقارب الساعة، 8 9 10 11 12 13 14. طبعا كيف ما عرفنا سابقا ان اللوجيك جيتس حتكون تي تي ال يا سيموس. قلنا التي تي ال دي ما تبدا بال74، والسيموس اللي تبدا بال4 اللي هي السي دي 4. طبعا ليهم انواع، يعني تبدا لك ما تلقى اكثر من نوعيه ليهم. ما تنزل نوعيه هي 74 ال اس 08 كواد 2 انبوت، ال 74 ال اس 11 تريبل 3 انبوت، ال 74 ال اس 21 ديول 4 انبوت. نفس الكلام كواد هنايا تريبل ديول، نفس الواحد. احنا عرفنا شو الفرق بين بيكون بينهم في الفيديو اللي فات. طبعا شنو يعني الكواد هنا؟ الكواد تعني ان الاي سي الواحد، كلمة الكواد والتريبل والديول تعني على تتكلم على الاي سي بصفة عامة. لما نقول كواد معناها الاي سي فصة 4 بوابات، لما نقول تريبل معناها الاي سي فصة 3 بوابات، لما نقول ديول الاي سي فصة بوابتين. باش تعني التو انبوت؟ احنا لما قلنا كواد معناه قلنا احنا 4 بوابات، بهي الـ4 بوابات كم فيهم انبوت؟ يعني تو انبوت معناها كل بوابة فيها 2، 1 2 1 2 1 2 1 2. بهي لما نقول تريبل معناها معناها 3 بوابات، وتري انبوت معناها كل بوابة فيها 3 انبوت، 1 2 3. نفس الكلام العادي ونفس الكلام هادي. لما نقول الديول 4 انبوت معناها تو جيتس اللي هو انت، وكم انبوت؟ 4، 1 2 3 4. ونفس الكلام البوابة هذه، نفس الكلام ينطبق على السيموس. طبعا البوابة ما تنزل البوابة هذه، ما نجيش نقول اني نعطي 1 هنا 1 هنا بيعطي 1، كلام نظري صحيح، بس لابد بالاي سي تعطي باور، لان عارفين احنا البوابة بحد ذاتها تتكون من شنو؟ من ترانزسترات. بما انها تتكون ترانزسترات مس حقين الفي سي سي، يعني اصبحوا لاحظوا البنة هي والبنة هي مش موصولة بأي بوابة. هضم معناها هنا هذا جهد التغذية، لابد توصل 5 فولت في حالة تي تي ال، لابد توصله هنا بالخمسة فولت، وهنا توصله بالجراوند، يعني كالشكل الآتي. لاحظوا معي، بتلقوا شكل الاي سي كالشكل الآتي،
هذه العلامه عد من يسارها. طبعا ما تسحقش احفظهم معي، عباره عن تاخذ الرقم مثلا هنا 74008، تاخذ رقمه وتكتبه بالنت، هيعطيك الداتا شيت وكيف توصل بيه. لاحظوا هنا هذه العلامه، نبدا من يسارها نعد عكس عقارب الساعه. لاحظوا معي هنا لابد نوصل الخمسة فولت، وهنا نوصل للجراوند. طبعا لاحظوا معي مثلا البوابه هذه كل بوابه تختم على حده، مثلا مثال زهواء مثلا. لاحظوا معي اني عندي بلسز، مجموعه بلسز دخلت الهواء، وهنا اعطيت اني مره نعطي خمسه مره نعطي زيرو. لاحظوا معي هنا البلسز متغيرات، وهنا الانيبل ديسيبل، هذا مزوز انبوت. الاوت بش بيعطي هنا في حاله هذا ديما زيرو، هذا زيرو معناها خلاص ديما ما يدوراش، هنا زيرو ديما زيرو. لاحظوا معي هنا زيرو وهنا واحد، شو بيصير؟ بيعطي زيرو، بس هنا واحد وهنا واحد بيعطي واحد، هنا زيرو وهنا واحد، هنا زيرو وهنا واحد هيعطي زيرو، بس هنا واحد وهنا واحد هيعطي واحد. يعني نفس الكلام ينطبق على واحد، يعني ديما الاوتبوت بواحد في حالة ان كل الانبوت ب 1. نطبقوا عمليا الكلام هذا باستخدام البروتس، نشغله نشوفوا مثلا هنا كيف عرفنا البي. مثلا احنا قلنا، لاحظوا معي هنايا قلنا ارقام نجربوهم، احنا ناخذوا 08 وال11 وال21. كان عندي احنا قلنا يبدا مثلا نتعاملوا مع التي تي ال 74، الاس 08 المفروض يطلع لي كم انبوت 2، كان قلنا 11 كان المفروض يطلع لي 3، كان قلنا 21 بيطلع لي 4. باهي تمام، نقدر نختصرها شويه نقول طول 08 ما تحقش للاس طلع لي 2 انبوت، هو 08 يطلع لي 2 انبوت اوتوماتيك. باهي في طريقه ثانيه طبعا ما اسهل شوي في البرنامج، بس في الواقع لابد لما تشتري تمشي للسوق لابد تعرف الرقم، يعني لما تجي تقول اني بي 74 طول بيزبطك ان انت تقصد تي تي ال، وبعدين بتقول هل تبي 08 يعني 2 انبوت بيس، تبي 11، تبي 21، على حسب شن تبي. وكلام هذا كله تزبطه من داتا شيت اي اي سي. تمام نشوفوا مثلا طريقه ثانيه، مثلا هنا مثلا حد نسي الارقام، نقدر تقول الان البوابه اللي تباها ودير اندرسكور كم تبي فيها انبوت، مثلا تبي 2 اي تطلع لك 2، تبي 3 اي تطلع لك 3، تبي 4 قول اندرسكور 4. التوضيح بس احنا بنتعامل مع الطريقه الرسميه اللي هي ال 74 الاس 08، هذه هي 2 انبوت. تمام شنو نبو ثاني حاجه ثانيه احنا نبو، يعني كيف نتعامل مع البوابة؟ نبغى نتعامل مع لوجيك زيرو من لوجيك ون، منسحقين معناها لوجيك ستيت ولوجيك بروب. هذا لوجيك ستيت باش نقدر نعطي بيه، ونبي لوجيك بروب، نبي لوجيك بروب اللي هو ناخده الكبير، ما فيش فرق بينهم مزوز الحجم بس. تمام شن ندير توا؟ نقدر نبي توا شن نقدر ندير؟ نقدر نوصل لوجيك ستيت لوجيك ستيت، هذا الاول هذا الثاني، وناخذ لوجيك ابروب نوصل هذا ونوصل. يعني هنايا دايرة عادية، مفروض لما نعطي نشبح حاجات نشبح ون ون، الحالة الوحيدة لما نعطي هنا ون وهنا ون باش يعطيني ون. نشوف هاي الكلام النظري هذا كله اللي اخذتوه يطبق هنايا او لا. نديرو زوم نشغل زيرو زيرو بيعطيهم زيرو، فكان اعطينا ون بيقعد زيرو. باهي اعطينا هذه 1 قاعد 0، اعطيناهم الزوز 1 حيعطي 1، يعني الحاله الوحيده اللي يعطي فيها 1 امتى؟ في حاله ان الزوز انبوت 1. باهي نشوفوا حاجه ثانيه،
مثلا نشوفه، مثلا نقول 74 الاس 21 بتاع الاربعة، او ناخده حتى 3 ما يسحقش. تمام بتاع 3 نسكر البرنامج هذا 3، نبو اللوجيك ستيت، نبو اللوجيك ستيت، نبو بينهم 3 انبوت، نبو 3 طبعا عندي مشكلة في كمبيوتر كيف قلت لكم قبل. تمام نديرو لوجيك ستيت لوجيك بروب، هذا لوجيك بروب، طبعا دبل كليك باليمين يمسح. مباشرة تمام نشغل تاني، نشبحو هذه زيرو زيرو زيرو، الحالة الوحيدة لما نعطيهم 3 1 باش يعطيني 1. نطفي نجربو حاجة تانية نبو نشوفها نشوفو مثلا القراءة هي مثلا نقولو ناخدو بدل نقول مرة نغير بروحي نشوفو بالبلس. طبعا البلس تقدر تشوفوه من هنايا في بلسز، تو نقولكم شنو نقصد بالبلسز. مثلا بلسز اديشن بلسز، يعني مثلا اعطاء البلسز زي ماضي، يعني نبي نولد مجموعة بلسز زي هذه. مثلا ناخدو نقولو نعطاها جهد 5، فريكونسي بتاعها نقولو 1 كيلو، كويس 1 كيلو. باش نقدر نشوفو البلسز نبو نطلعو اوسيلوسكوب، هذا الاوسيلوسكوب لاحظوا معي فيه الاصفر، مثلا نديروه الاصفر نديروه ل لمبت 1، مثلا نسموه واحد لمبت 1 هو لمبت 1. الازرق نديرو لي الانبوت 2، الاحمر الاحمر نديروه لي اللي الاوتبوت، يعني عندي الاصفر انبوت 1، الازرق عندي الانبوت 2، الاحمر عندي هو عبارة عن شنو الاوتبوت دي مش حنستعمله. نشغل لاحظوا معي اني شن صار هنايا، نكبر هنايا لاحظوا هذا زيرو، الاوتبوت ديما زيرو. كان شن درت هنايا كان اعطيت 1، لاحظوا معي في حالة هاد في حالة هذا طبعا 1 ديما، لاحظوا معي زيرو نزل لوطة الازرق، لاحظوا معي الازرق رقي نزل واكد تو حاليا الازرق هو 1، لاحظوا 1 1 1 زيرو 1 0 1 1 1 زيرو 1 زيرو 1 0 1 1 1 وهكذا. يعني قدرنا نشوفها باش في السيلسكوب. طبعا تلاحظوا حاجة، مثلا اني سكرته طفيت برنامج ولعت درت دبل كليك ما بيش يطلع لي كيف نرد للسيلسكوب، يعني مرة واحدة في البداية يطلع لي اول ما نحطه يطلع لي اوتوماتيك، بس هيك قدرت شين بيصير له ما عادش يطلع لي، طفيت ولعت ما عادش يطلع لي. نقدر نطلعها بطريقة اللي نجي نقدر نقول هنا تاخذوا الديباج تلقوا ديجيتال اوسيلوسكوب باش تقدروا تشوفوه من جديد، حنسحقوه هلبل هذا احنا قاعدين في البيزك بس حتشوفوه القدام بكثرة. نقدر نديروا حاجة تانية، ناخذوا بلص ثانية نمسح هذه
ناخذ بلس تانية، هذه بلس، نديرو لها فريكوينسي نغيروه، نخليها لي فولت بتاعها 5، الفريكوينسي نغيروه نقولو 4 كيلو، باش يبدا مختلفات في الحقيقة في الزمن الاون وزمن الاوف. نشغله، طبعا مش هيشتغل طول، مش هيطلع لي داتا، حنشوفه، لاحظوا معاي، نزيد نبعد شوية. لاحظوا معاي هنا، هادي 1 كيلو، وهنا باش يبدا مختلف. لاحظوا معاي هذا في زمن كل الاون، لما واحد واحد بيعطي واحد، اي واحدة منهم في زمن معين زيرو حيعطي زيرو. تمام، نشوفوا يعني ان شاء الله تكون هيك هذه الجزئيه هذه واضحه. نشوفوا جزئيه ثانيه اللي هي نشوف جزئيه الاور او بوابه ثانيه. نكملوا مع بوابه، نشوفها بوابه الاور. خلاص هذه تمينا منها، نقدر نمسح. نشوفوا بوابة الأور. أول شيء قبل نبدأ نطبق عملية نشوفها شن هي. طبعا بوابة الأور كيف ما تعرفوا هي الأور جيت، السيمبل متاعها الشكل أهو، عبارة عن شنو، تعطي واحد الكيو، يعطي واحد في حالة واحدة، أكثر من حالة طبعا، أي لما يكون واحد من الأنبوت ب1، يعني لما يكون الزوز زيرو حيعطي زيرو، بس واحد من الأنبوت أو الاثنين ب1، واحد منهم او الاثنين ب1 بيعطي واحد في حاله واحده بس، يعطي زيرو ان الزوز زيرو. طبعا هذا الاكسبريشن الخاص بيها اللي هي الاي بلس بي او الاي اور البي. تمام، نشوفوا الانواع متاعهم. تلقى ال 74 ال اس 32 نفس، لما تلقى الرقم هو معناها هي كواد، لما تلقى ال 74 ال اس 32 معناها هي كواد 2 انبوت الشكل هذا، ونفسه هنايا لما تلقى ال 40 71 معناها كواد، ال 75 تلقى معناها تريبل تري انبوت، ال 40 72 اللي هي 4 انبوت. طبعا نفس الاند جيت باش حن يعني نفس الشيء اللي بدها توصل فيه سي سي وتوصل جراوند، تعطي فيه طبعا تعطي 1 امتى، لما واحد من الانبوت بي 1، تعطي زيرو في حاله واحده ان الزوز زيرو. مثلا هنا ما دام هذا 1 ما عادش نستحق نشوف هذا ديما 1، هذا زيرو وهذا زيرو انا حيعطي زيرو، بس هذا ولا 1 وهذا زيرو ما يهمنيش، بيولي 1 ما دام واحد منهم 1 حيولي 1. مثلا نشوفوا الحاله هي هذا زيرو وهنا 1، واضح هنا يعطي 1، هنا الحاله زيرو وهنا زيرو حيعطي زيرو، وهكذا. نجربوا نشوفها، نجربوا نشوفها بالبروتس. طبعا لابد تعرفوا شيء واحد اللي هو 32 معنى 32، نستدعوه اللي هو 74 الاس 32. لاحظوا الشكل هذا، او نقدر نقولوا 2 3 وهكذا. احنا نبو لو قلنا الطريقة الرسمية اللي هي 74 الاس 32 نفسها، نديرو اوكي، هذه الاور، نديرو الزومين، نحركو هنايا، نديرو لوجيك بروب، لوجيك ستيت، نوصل، نوصل هنايا. طبعا واضحة، حتعطي امتى، زيرو زيرو حيعطي زيرو، هذا واحد حيعطي واحد، هذا واحد حيعطي واحد، وزوز واحد حيعطي 1.
نشوف ونزيدو حاجة كي توضيحية يمكن. باهي نجيب ما تشارك، نجيب وليد اللي لايت ميتينج دايت، نجيبو نقولو ريزيستر، نجيبو اجراوند متحقش نجيبو. تمام نوصلوهم هنايا. مثلا عندي الليد، طبعا نقدر ناخد اكتر من لون ليد، نديرلو لها روتيت نجيبو مثلا نوصلو، نجيبو المقاومة ريزيستر دولها روتيت، بعدها شوي. طبعا الحاجات كان تلاحظوا اني كل ما نمس الماوس يعطي فيه مرات في النوافذ، بحكم ان هذه المشكلة من يعني بس من عندي مشكلة في الكمبيوتر، يعني مش حتواجهك. تمام نبو نبو مازال جراوند جراوند، ما تفرقش معي، هي زيادة بسيطة هيك بنوضح لكم خلاص. مثلا نجي نشغله، عطيت ون عطيت ون، نجيبو حاجة تانية هنايا، نجيبو مثلا نقولو ليد ريد، نبي نوضح الألوان بس هذه ما تحكاش، نجيب باللون خير خير ما نقدر نقيس فيه. نشغلو هني ون هني ون، مفروض تشتغل. هذي نقص قيمة المقاومة ميسحقش، نقولو طبعا ما بحكم ان تبي جهدي جهد في العادة اللي دي يختم بثلاثة بوينت ثلاثة عزاية. تمام يعني ما واضحة نقدر نشوفه فاهم هنا، هذا زيرو زيرو ما يخدمش واحد منهم، ولعت اللي توضيح بس فقط. هذه هي الاور يعني شيء واضح. نزيدوا حاجة تانية توضيح، بما ان وضحنا الان حنوضحها تهيا بالبلس، نوضحها بالبلس، نجيبو بلس هذه بلس نوصلها نعدلو الفولت تاعها، نقولو هنا خمسة وهني نقولو 1 كيلو كويس. فريكونسي نجيبو سولوسكوب زي قبل هذا، نوصلو هذا بالانبوت ون، هذا موصلو بالانبوت 2،
وهذا نوصله ب الاب، نوصله ب نوصله ب الاوتبوت. تمام، نمشي نشغل. طبعا لاحظوا معي اني هذا زيرو قاعد دايلة disabled واحد منهم، بس شن لاحظوا هذا زيرو، لكن لما هذا بواحد هذا واحد، هذا زيرو هذا زيرو، هذا واحد هذا واحد، بنجيبه هذا هذا بواحد، معناها ديما واحد. بما ان هذا واحد مهما تغير هذا مش حيفرق معي، بما ان هذا واحد معناها الاوتبوت ديما واحد. كيف يعني واضحة؟ لما واحد من الانبوت او الاثنين او حتى ثلاثة، ما دام عندي اكثر من انبوت واحد منهم بس 1 حيعطي 1. طبعا ما زال حنشوفوا تطبيقات للاور ولما كيف نوصلهم مع بعض، بس حاليا نبوا تعرفوا عليهم بالوحدة. تمام، ان شاء الله هذه تكون واضحة. نزيد ونشوفوا بوابة تانية، نشوفوا بوابة تانية نكون بشكل اسرع توا، يعني عرفت كيف تطبقوا ان شاء الله. اذا طبقت وقت تطبيق بالبروتس، طبعا شوفوا نبدو مثلا نبدو بنقولوا النط، بالضبط النط. اول شيء ناخذ باختصار عليها يعني تذكير بيها، النط هي النط جيت عبارة عن شنو؟ اي شيء نعطيه له يقلبه، يعني نعطيه زيرو، نعطيه زيرو هنا بيعطي 1 هنايا، نعطي 1 ايه الكيو بيطلع زيرو، يعني ديما معكوسة، والكيو متاعها هي النوت اي اور عبارة عن اي بار، يعني اي وفوق سلاش اللي او اي فوق بار، هذه الاكسبريشن متاعها، يعني تعطي زيرو بيعطي 1، تعطي 1 بيعطي زيرو. طبعا في انواع منها اللي تي تي ال والسيموس اللي هي تلقاها ال 74 ال 04 اللي هي الانفيرد نوت جيت، وعندك اللي هو ال 4009 ال 4096 4069. طبعا هذه الانواع خاصه بالنوت جيت، نشوفها يمكن نطبقها، نشوفه ما فيش نكرره، يعني هذا كان واتي، يعني تقدر تطبقوه. عباره عندكم الرقم، الرقم شنو هو؟ 04، يعني تقدر تجيبه بوابة عادية من البي هنايا، تقولوا 74 LS004 طول تطلع لكم النط. هذه طبعا انا وتيتهم واتيات، يعني بدل ان اخذ وقت ويطول الفيديو، نفس الخطوات اللي نطبقوا فيهم للكل، يعني عبارة عن نجي نشغل هذا منبوش حاليا، نجي نشغل اعطيه زيرو اعطيه واحد، اعطيت واحد اعطيه زيرو يعني يقلب. نشوفوا هذه بلس، البلس قيمتها 5 فولت 1 كيلو. نشوفوا نشغله، طبعا قلنا نمشي ديباج ديجيتال. لاحظوا معاي اني اعطي الاصفر موجود في الانبوت والازرق موجود في الاوتبوت، اعطي واحد بيعطي زيرو، اعطيت زيرو بيعطي واحد، ديما يقلب في الاشارة اللي جاي ياتا. وهذه النط بشكل مختصر وللتذكير بها فقط. نشوفوا بوابة تانية، نشوفوا بوابة تانية جيتس، نشوفوا بوابة تانية ما تخدين النط، ناخدو مثلا الناند. الناند عبارة عن شنو بشكل مختصر؟ الناند هي عبارة عن بوابة بوابة اند منفية، يعني انفيرتر، بوابة اند كأنها موصولة بالنط، عبارة عن شنو؟ عبارة عن اند، عبارة عن بوابة اند بلس النط، يعني هذا السيمبل متاعها، وهذه الاكسبريشن متاعها عبارة عن اي اند بي بار. طبعا نظامها كيف؟ تعطي نظامها عكس الاند. الاند امتى تعطي واحد؟ في حالة واحدة، حالة وحيدة هي لما تعطي الاثنين الانبوت اثنين بواحد بيعطي بواحد. هنا العكس، هنا العكس، الحالة الوحيدة لما تعطي زوز واحد بيعطيك زيرو، الحالات الثانية بيعطيك واحد، يعني تعطيه
بتعطي واحد دوزو زيرو بيعطي واحد، بتعطي واحد منهم واحد الاي او بي بتعطيه منهم واحد منهم واحد بيعطي واحد، بتعطيه من الزوز واحد بيعطي زيرو. طبعا هذا الارقام متاعهم الموجودات وفرات اللي 74 اللي صفرين 10 ل 20 30 على حسب كم تبي انت ديول او العدد الانبوت، تختار الارقام هما اللي يعجبك. تبي مثلا 8 انبوت سنجل تقدر تختار 30 على حسب، او تقدر تختار سيمونز اذا تبي جود او على حسب الفروقات اللي تكلمنا عليهم. مثلا هنا عندك 11 23 12 تختار. نجربو نجربو مثال نادي ناد. احنا طبعا الرقم نختاره بتاع التومبوت اللي هو الرقم قداش صفرين، ناخدو الصفرين هو 74 الاس صفرين. مفروض شن قلنا اول ما نشغل، ما نسحقوش هذا، اول ما نشغل بيعطيني زيرو باه واحد منهم، من زوز زيرو بيعطي واحد باه واحد منهم، وعكس الاند. الاند في حالة زوز زيرو شو بيعطيني؟ زيرو، معناه عكسه واحد باه. هنا واحد منهم واحد بيعطي واحد، بيعطي هذا بيعطي واحد. الحالة الوحيدة هاللي بيعطي زيرو شنو هما؟ لما الاثنين بواحد. نشوفها عن طريق البلس. الحالة الوحيدة اللي قلنا بيعطي فيها حاليا شنو عاطين احنا؟ زيرو. نجيبو الواحد، لاحظوا معاي شنو هنا الحالة الوحيدة اللي بيعطي فيها قلنا زيرو هلية ان اتنين واحد. لاحظوا معاي هنا واحد، لاحظوا معاي هنا شنو واحد وواحد بيعطي شنو؟ زيرو. هنا زيرو واحد بيعطي واحد، هنا واحد وواحد بيعطي زيرو، هنا زيرو وواحد شنو بيعطي؟ واحد. يعني الحالة الوحيدة اللي يعطي فيها زيرو لما يكونوا الاثنين واحد، يعني الانبوت او يعني لما يكون عندي حتى اكتر من انبوت، لما يكون المداخل كلهم بواحد بيعطي زيرو، غير هيك ديما يعطي بواحد، عكس الاند بالضبط. يعني هي عبارة عن اند منفية. نزيد ونشوفو، نزيد ونشوفو بوابة تانية. اخدينا الناند، ناخد النور. النور واضحة نفسها، هي عبارة عن الأور منفية، يعني عبارة عن أور نوت، يعني عبارة عن شنو هذا السيمبل متاعها باهي، وهذا الإكسبريشن متاعها عبارة عن A أور B بار. تمام، نشوفوا لما نعطيهم الزوز، يعني الأور قبل شو تدير؟ أما تعطي في واحد تعطي أي، لما يكون واحد بالإنبوت واحد أو الاثنين تعطي واحد، تعطي في زيرو في حالة واحدة أمتى؟ هذه الأور تعطي في زيرو في حالة واحدة لما الزوز الانبوت الاثنين او اكتر، لما يكون الانبوت كلهم بزيرو بيعطي زيرو. هنا العكس، يعني بيعطي واحد لما يكون كل الانبوت بزيرو. يعني عندي ثلاثة انبوت لابد يكونوا ثلاثة بزيرو باش يعطيني واحد، وهذا كل التذكير طبعا عارفينه، ما نسحقش ندقق فيه. هذا من الارقام المتوفرات 02 27 220 او السيموس. تمام، نجربو مثلا عندنا 02، نجربو بتاع 2 02. تمام، انا اخدينا 0 02 02 هنايا. طبعا الحالة الوحيدة اللي قلنا عليها بيعطي واحد اللي هي لما يكونوا جميع الانبوت بزيرو. هنا زيرو زيرو اعطيه واحد، باي واحد منهم واحد بزيرو، زوز بواحد بزيرو، واحد منهم بواحد بزيرو. الحالة الوحيدة اللي يعطي فيها بواحد انه يكون الزوز زيرو. نجربو نشغل ونشوفو هو السيروسكوب. لاحظوا معاي هنا واحد وزيرو بيعطي شنو؟ واحد واحد وزيرو بيعطي زيرو. عندك هنا زيرو واحد بيعطي واحد، يعني نجربو معلش، زيرو زيرو وزيرو كم بيعطي؟ واحد. يعني عندك واحد وزيرو بيعطي زيرو، زيرو زيرو بيعطي واحد،
معناها لابد جميع الأمة والاثنين بيكونوا زيرو باش يعطي واحد. هنا كم واحد؟ واحد منهم واحد، معناها واضح بيطلع زيرو. هذا زيرو، هذا زيرو، يعطي كم؟ واحد. يعني لابد الأنبوت مهما كان عددهم لابد يكونوا كلهم زيرو باش يعطيني واحد. يعني كيف موضحنا هنايا؟ هادي شنو؟ هادي الاكس اور. به نزيدو نشوفو بوابة تانية تقدروا تطبقوها، ما اول يبيهم نقدر نبعتولها الاكسكلوسيف اور او الاكس اور. طبعا الدايرة هادي خلينا نسكروا هذا، ندير بيهم بسرعة لأن بحكم تظبطوهم وما نسحقش نطول فيهم تضيع وقت، يعني عبارة عن تطويل فيديو، لهذا حنمر عليهم بشكل مستعجل. هذا الرمز بتاع الاكس اور. الاكس اور طبعا وهذا الاكسبريشن بتاعها اللي هي الاكسبريشن المعادلة بتاعها البولين اكسبريشن، او نقدر نمثلها بالمعادلة هذه او نقدر نمثلها بالمعادلة هذه كيف ما تعرفوا. طبعا امتى تعطي واحد؟ هي في الحالة لما يكونوا الانبوت مختلفات، يعني مثلا هذا وهذا متشابهات بيعطي زيرو، مثلا هذا زيرو زيرو بيعطي زيرو، واحد وواحد، واحد وواحد بيعطي زيرو، بي هذا واحد وهذا زيرو بيعطي واحد، بي هذا واحد وهذا زيرو بيعطي واحد. بي كان اكثر من انبوت، مثلا نقولوا ثلاثة انبوت، في حالة عدد الانبوت اللي ون اود نمبر معناها بيعطي ون. يعني مثلا عندي نقولوا ثلاثة انبوت، واحد منهم ون بيعطي ون. باهي كان زوز منهم ون والتاني زيرو حيعطي زيرو. باهي كانت هم ثلاثة وثلاثة ون حيعطي، عبارة عن شنو؟ اود نمبر بيعطي ون على حسب عندك يا على حسب اود نمبر. يعني يا كان اثنين لابد يكونوا مختلفات وكان هم اكتر، اذا عندي عدد اود نمبر كيف ما بيعطيني واحد. يعني مثلا كما قلنا عندنا ثلاثة، اذا واحد منهم بس واحد بيعطي معنا الخارج الكيو وبواحد، اثنين منهم واحد والتاني زيرو حيعطي زيرو، ثلاثة ون حيعطي ون. طبعا هذا من تي تي ال والسيموس ارقامهم، عندك 86 وعندك هنا 30. نشوفوا مثال. طبعا احنا قلنا الارقام ناخذ 86، يعني احنا قلنا مختلفات. تو هنا المفروض شنو يعطيني؟ اول ما نشغل هنا زيرو زيرو بيعطيني زيرو زيرو، اعطيت واحد واحد زيرو لانه متشابهات بس واحد منهم مختلف، واحد عكستهم واحد، مختلفات يعطي واحد. نشوفوا سوليسكوب مختلفات، هنا تو حاليا نتكلم على شنو؟ زيرو، معناها هذا زيرو زيرو واحد مختلفات واحد، باي هذا زيرو وهذا زيرو يعطي زيرو لأن متشابهات زيرو زيرو زيرو، باي واحد وزيرو مختلفات معناها بيعطي واحد. نقلبه هنا تولى هذا واحد، واحد وواحد شنو ولا؟ زيرو متشابهات، هذا شنو؟ زيرو واحد بيعطي شنو؟ مختلفات معناها بيعطي واحد. واحد وزيرو واحد وواحد متشابهات لأن هذا يعطينا واحد، واحد وواحد متشابهات يعني بيعطي زيرو، عندي هنا زيرو وواحد مختلفات بيعطي واحد. تمام الفيديو تمام، 38 دقيقة. نكملوا، مازال عندنا الاكس نورت حنكملها في فيديو منفصل. ماذا بيكم اني تطبقوهم هذه التجارب كلهم؟ عندكم مشكلة تواصلوا معي، بالتوفيق.